وننتقل إلى أخبار صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز في هذا التقرير. التقى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة خلال الأسبوع الماضي بمعالي السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، وحضر الاجتماع معالي لورد جرين وزير شؤون التجارة والاستثمار البريطاني. تناول الطرفان استثمارات الأمير الوليد في المملكة المتحدة عن طريق شركة المملكة القابضة، ومن ثم تحدث سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء عن العلاقات التاريخية والقوية التي تربط المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة والجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها. ولسمو الأمير العديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة من خلال شركة المملكة القابضة تشمل كناري وارف لندن في قطاع العقار ومجموعة سيتي في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى استثمارات أخرى. إذن راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل.